السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم مرة ثانية. نعتذر عن البث التعبان اللي كان في ريزيدنت يخوف، ولكن رجعنا لكم مع تسوباسا. طيب دقائق بس اغير اسم الفيديو عشان يناسب البث تماما. دقائق بس. بصراحة أنا مستاء لأن جهازي مو كويس، مرة مستاء لأن الستريم اللي عندي ما يسوي ستريم زين، ما أدري ليش، هل هو من الجهاز هل هو من النت، مع أن النت يعني كويس، السرعة فيه كويسة، يعني أبلود عندي 20 ميجا بايت، مع ذلك ما أدري صراحة ليش يسوي فيني حركات هذه. بس يلا إن شاء الله خير. لا ما احنا مباريات، بس سواليف، فقط سواليف يا عبائي، لأن بس عندنا تقريبا نص ساعة بس. نشوف كابتن سوباسا دريم تيم لايف. انا اتوقع بي سي، انا اكثر مشكله انها بي سي، انا بي سي حقي اي 5، بس اي 5 في 9 جنريشن جديد، عرفت، مو اي 5 يعني تعبان، وكارت شاشه 1080 جديد تنشري، ورامات يعني 16 او 16 جيجا، فيعني تشد بي اوكي. يمكن يبي لي اشيك على شو اسمه على الاعدادات، يمكن اقدر بث طوالي من اتوقع اني اعرف ايش تقول، انا عارف ليش بث مو كويس. اتذكر اخر مره قعدت احاول اسوي فيها بث كان يستعمل السي بي يو، وانا المفروض اني استعمل قوه الجي بي يو مو السي بي يو. شكرا على احمد على السبسكرايب اخوي احمد. فاتوقع اني لو اضبط السي بي يو اني اخلي البث من الجي بي يو مو من السي بي يو، اتوقع انه بيصير افضل. اقوى لاعب عندي ما ادري، ما عندي اقوى لاعب، بس يعني عندي لعيبه نادرين، عندي لعيبه كويسه نادرين يعني. دقيقه بس، تمام. يعني عندي من اللعب طبعا اقوى فريق عندي الازرق طبعا. يعني الحمد لله عندي شو اسمه اقوى الاحمر حق فالنتاين تقوي فيه، والله شوف هو ينفع اثنين، ينفع كاتش ينفع بانش كلهم بوث. طبعا عندي شو اسمه عندي هذا فريق الازرق حقي 823,000. فهذه طاقات اخينا ظريف في اشي زكي، اعتراض قطع وعنده اسلوب وحطيته قوة اتوقع، بعد كسرت الحاجز حقه. جيتو كسرته كانت مرة خطأ، فجالس اسوي لي جيتو ثاني علشان شو اسمه عندي ديسكورد، بس تبي صراحة ادخل عليه مرة كل اسبوع. عندي طبعا شوق مسوي للاسف مسوي له كسر مرة خاطئ. طبعا لا تضحكون، طيب لا تضحكون، امسوي كسر قبل اتعلم كيف اكسر، فمعطيه تمرير ومعطيه اعتراض ومعطيه تدخ. هذا اسوأ كسر شفته في حياتي بصراحه. اخي وليد كنا نسوي بث لريزنت ايفل، بس للاسف جهازي واضح انه يعني ما يدعم البث الالعاب القويه بشكل كويس، فحولنا على تباسة حاليا فقط للسواليف. يعني راح يضحك كسر تمرير وقوه واعتراض. والله انا كسر زي وجهي صراحه. طيب بالله يا لولا تبي تضحك اكثر، بالله يا شوف الكسر حق جيتو، بالله يا شوف الكسر حق جيتو، معطيه تمرير ومعطيه اسلوب.
معطيه قوة ساحب على السرعة معطيه قطع بس اسمع وراها فكرة. طيب الفكرة كانت ان المدافع لازم يقطع، فخلت دي قطع نزود قطع دام انه عنده تدخل عالي، خلت دي قطع. طيب خلت دي قطع فبعد ما شفت المصايب اللي سويتها. طيب هلا اخوي اتجولد تفضل. لا لا كسجيته تعبان ما تكسله القطع تماما. جيتو شوف جيتو تكسله شيء اربع اشياء، قوه قطع تدخل وسرعه فقط. وتجي تستعمل اي سكيل استعمل السرعه بس، استعمل التدخل صدقني حتى الشتات يوقفها بالراحه يوقفها. فهذه كانت ايام السوداء حقتي في في, في الكسر يعني. يعني انا ترى حاليا ترى فرحت نفسي ترى على فكره يعني. فعندنا خلينا نشوف انا عندي تدريب. والله يبغى كفاره. والله انت الصادق. بس افش يا اخويا انا عندي شو ثاني وعندي جيتا ثاني، فالحين جالس اصلح الغلطه حقتي. الحمد لله جالس احاول اصلح الغلطه حقتي. هلا خير رامي حسري، بس ان شاء الله بكره حيب قلبي مو اليوم، اليوم بس سواليف. لا تاكشي مو كويس، تاكشي من الاسف ما عنده نسخه كويسه. اوي الاخضر بوركم اوي بعد شوي. طيب لا ما ينقص ما كسر ابدا ولا شيء ينقص ان شاء الله خير عمي. اعذرني بس هذا كان بفعني خطافي. الدريم كولكشن والله شوفوا من بعد سالفة وليد وانا خلاص يعني ما اتوقع اني راح افهم كيف نجيب كيف نجيب يعني الفكرة في الكسر في الكولكشن او الدينيفست صراحة. انا كنت بروح متجر يجيك ان شاء الله يجيك ان شاء الله يجيك. ما شاء الله اتجولدر ما شاء الله اللهم زد وبارك ما شاء الله عليك. والله خبر يعني مره 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 جميل صراحه. اسعدتني والله اسعدتني. دخل يلا كم ناخذ 20 اقل من 20 ما عندي مكان يا ساتر الا مكستم كلهم مكسين. الكولكشن احمر والفست ازرق ان شاء الله، هذا على حسب الباترن اللي هم ياخذونها. والله شوف كسر حدودهم انا اتوقع اني تكلمت عنهم ولا عن كسر الحدود يتكلم عنهم اتوقع فيديو. وعليكم السلام اخوي سعد الدين حياك الله. لا يلا شوف دعاية سوق مرة واحدة. ايش عندهم سوق؟ والله بلشان سوق. اي والله شوف شلون الاولد صعقونا والله ما شاء الله 13 شوي ترى مو بمره يعني. والله يا ليت حارس ازرق دريم فيست يا الله بيصير فريق الازرق انا لا يعلى عليه. بيصير احتاج لي بس اتوقع وسط او مدافع كويس. يا سلام يا سلام يا سلام. هلا اخوي تركي يا الله حيهم يلا عطنا شو بقاله بس دفاعيه ويخلص. هو خلاص هو لازم الحارس الجاي يكون بانش ما يكون يعني هايبرد ولا شيء.
لا هي هي اصلا موبايل، اللعبة اصلا بالموبايل، بس انا محمل برنامج يشغلها على البي سي. طب احتاج انا الدفاع علشان يعني اقوي. كسر ليش حب قلبي؟ هلا اخي بدر الشعيب، بدر الشعيبي، الحمد لله، انت ايش اخبارك؟ كسر شو؟ كسر شو الازرق الفست؟ خلنا نشوف، اود اسوي شيء انا هنا. ايوه يا سلام، تفضل تفضل اخي بدر، امرني. ابد، احنا موجودين مثل ما بغيت، احنا موجودين. طيب دقيقه بس، دقيقه بس، خلنا اشوف الناس وش تقول عن شو. طيب خلنا نشوف، نروح لشاينا. اقوى باس في اللعبة، اقوى باس يمكن مسكي الاخضر، يمكن، ما انا متأكد والله. خذ راحتك اخوي ساساقاوا. كانت عندي اليوم كويس. مهارات كاملة لازم اخوي عبد العزيز انك انك انت تطلعها. لازم شو اسمه تجمع لها اغراض بحيث انك تطلعها. انا شرحت فيديو كامل عن الطاقة الكامنة. روح عند البلاي ليست حقتي، بلاي ليست حقتي، وتلاقي شو اسمه، تلاقي في بلاي ليست اسمها شروحات، من بينها شروحات الطاقة الكامنة. اخوي بدر اسم اللعبة بالجوال كابتن سباسا، كابتن ماجد. هذه عندنا بالعربي بس. صح، باسكال اخضر، نعم كلام عزوز صحيح، اتوقع باسكال اخضر هو الافضل شيء. طيب اخوي، اخوي ايش اسمك؟ مين كان؟ فاضل، اخوي فاضل، ومترجم بالانجليزي، نعم، عربي ما ادري والله. وانت الخير اخوي علي، شكرا على مرورك. هذا هو ال ايش اسمه؟ الكسر حق شو، انا اشوف انه افضل كسر. تماما؟ طيب ها تقريبا افضل كسر شو. طيب احنا انا احتاج الدفاع، دفاع ار، ابي ار. ولا هذا متى؟ بقي يومين بس، بقي يومين تتجدد يا شباب، اخيرا بقي يومين نشتري هنا كرت اس ار مضمون، وكرت اس ار مضمونه اخيرا، ما بغوا هنا. بقي يومين بعد هنا. اوه رجعوا، رجعوا يا شباب، لا رجعوا، لا بقي يومين بعد هنا، بعد يجدد شو اسمه. اي نعم، بدون بسد. الوردي لا، انا اقول انتظر اخر يوم بخوي بدر، انتظر اخر يوم للكعك الوردي عشان تعرف بالضبط ايش تشتري. الحين من وين نجيب؟ خلينا نلعب مباراه، خلينا نجيب شو اسمه، خلينا نجيب يو ار. عفوا اخوي فاضل، طبعا انا ما اكسر مخي، انا اشوف كسرات الناس واختار يعني اللي اشوفه افضل شيء، او اشوفه اللي اشوفه مناسب. ايوه انا بهذا، ابي تدريبات، دربني حلو، دربني. افضل خطه بالحدث على حسب لعيبتك اخوي بدر، هل لعيبتك يابانيين، هل هم اجانب، هل هم يعني على حسب لعيبتك صراحه.
لا والله مباريات بكره ان شاء الله. وليد ترى اللعيبه ترى موجودين في في المانجا، روبرتو كارلوس شو اسمه روبرتو كارلوس مورينتس ترى موجودين في المانجا ولعبوا بعد تباسا لعب معهم، فجميع اللعيبه اللي حاليا موجودين كلهم موجودين في المانجا، يعني ما جابوا اي شيء يعني ما جابوا اي شيء يعني من برا المانجا. ما شاء الله سقط 130 مخلوط اخي بدر. دائما انا مخلوط اخي بدر، فشكرا على الفولو اخي تايتنز جلاديوس. دائما انا مخلوط، فانت شوف انت ايش وجهتك في اللعبه، هل وجهتك يعني ياباني، هل وجهتك اجنبي، هل وجهتك اوروبي، هل وجهتك برازيلي امريكي برازيلي، شوف انت. افضل انمي عندي هو جينتاما، لكن انمي اللي يعني عشت جينتاما صراحه. نعم جينتاما ات جولدر جابها. عارفني ما شاء الله. شكرا اخي عزوز على سبسكرايب على تويتش، يعطيك العافيه. ابد اخي بدر، انا عندي سلسله حق الشروحات كامله. طيب ابد اخي وليد، ابشر ابد حرج. الحين شباب وليد عنده نادي يحتاج 2 نفر، يكون قوي، يكون محترم، يكون انسان خلوق. أبد ولد عندكم تفضلوا معه صراحة. شاب يعني الحمد لله أنا جاء قناتي عشان أتعرف عليه. شاب الحمد لله يعني من أرقى الناس اللي تعاملت فيهم صراحة، وكلموني على الخاص. فلا يفوتكم النادي حقه، دام إنه هو راقي فأكيد إن النادي حقه بعد راقي. أخي بدر خذ راحتك في اللعبة، اللعبة هذه يعني يبيلها طولة بال، يبيلها صبر. واخي بدر روح على البلاي ليست حقت القناه حقتي، في بلاي ليست خاص اسمه شروحات، فيها شروحات كل شيء عن اللعبه حبه حبه ايقونه. ابد خذ راحتك فيها. ديث نوت لاولت، ديث نوت شفته مرتين وقريت المانجا حقته مرتين، يعني اتوقع هذا كافي. طيب الحين احنا شو راح نسوي؟ شو ودي اسوي؟ خلنا نلعب شو اسمه ذي اللي هي حقت الكعكات، خلنا نشوف شو يطلع لنا. ابد اي وقت اخوي بدر، اي وقت تبيني ابد انا موجود وفي خدمه ان شاء الله. خلنا نشوف هل حظنا كويس او مو كويس معكم يا شباب. ادعوا لي ترى ما عندي الا شوي وردي، والله ما امداني حتى العب المباريات هذه. تخيلوا جالس اسوي معركه النوادي، جالس اضبطها للنادي حقي وما عندي وقت ابد، بين القناه وبين معركه النوادي وحياتي الخاصه ما اقدر اني العب واجمع هذه، فما اتوقع اني راح اجمع الخطط للاسف. يعني بس يلا نقول ان شاء الله خير. إذا ما جمعنا الخطط نجيب شو اسمه، نجيب أشياء ثانية فيها. أيوة عرضوا فاول ممدى، شوت قول يا شباب، قول حلو، قول الأول ما شاء الله 400 That's really good. شوت سدد على طول. عفا سدد. ايوه امسكها مرة ثانية. اما اخوي محمد ايش دعوة؟ كان البث مو صافي اخوي كاتس اوف جيمز،
للاسف جهازي انا مو قوي، جهازي ضعيف ببعض الشيء، ويمكن اعداداتي ما تناسب جهازي. ف شو اسمه فقفلنا لان كان مره يعني مو هو واضح. يلا جمعوا جمعوا لي جمعوا لي، روح باسكال. نايس. يلا شنايدر. لا والله مو خرشه. بالتوفيق اخوي بدر، بالتوفيق. عادي محمد، هي ما يحطونك مع ناس، هو على حسب الرانك، على حسب الرانك حقك وحقهم. اذا هم توهم بعدين يلعبون راح يجون مع ناس رانك 1، فطبيعي طبيعي جدا. ها في ذهبيه، في ذهبيه ولا ما في؟ ما شفت. لا ما في ذهبيه للاسف، للاسف ما في ذهبيه. طيب انا ودي اسوي كم من شيء قبل لا نمشي. ما يفرق يا اخوي فاضل. انا كنت ابي اسوي حذف لبعض الاشياء. ابي احذف بطائق الاس ار اللي عندي كثيره مره. انا افضل شيء عندي 3232 اخوي رامي، يعني 3232 اشوف انها من احلى الخطط اللي في اللعبه صراحه. خطه متزنه، تحط فيها محورين، ثلاثه دفاع، ثلاثه وسط، يعني مره يعني جدا متكامله صراحه. يعتمد في عدة تعطيك سامينا، في عدة تعطيك اتوقع فيزيكال، انا اسوي ايش تعطيك والله. شكرا اخوي كويت اندرويد على الفولو، الله يعطيك العافية. مباراة النوادي راح تخلص ان شاء الله يوم الجمعة. اخر مباراة راح تكون يوم الخميس ويوم الجمعة، او يمكن اخر مباراة يوم الجمعة الصباح، ما ادري والله. لا اتوقع اخر مباراة يوم الخميس، والجمعة تنتهي خلاص ويعطونكم الجوائز. عطنا خصم عادي يا اخي. ليش عندي يا اخي ما شو اسمه؟ وين عاصف تحسن؟ شوف 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 هذه عندي منها مرة كثير. امسح يا ما تمسح. اوه مور ديفنسز، اوكي. انا احب اشياء المتناسقة، ما احب مور ديفنس ولا مور يعني هجوم. ممكن كاستر اوف جيمز، بس برضو لازم اتوقع كاستر اوف جيمز المشكلة اني خليت الستريمينج يتم عن طريق السي بي يو مش عن طريق الجي بي يو، فاتوقع اذا حولتها للجي بي يو راح يتحسن كثير، لان عندي انا الجي بي يو اقوى من السي بي يو بكثير، فيصير المين وركر للفريم ريت وللمعالجه تتم عن طريق الجي بي يو وليس السي بي يو. فهذه بكره بمخمخ عليها. اخوي جاي الباندا، ترى انا العبها من سنه، من سنه، فعادي اول مره ما احتاجها بتلعب، بعدين شوي شوي تتعلم مثل اي لعبه ثانيه. انا اتوقع كاستر اوف جيمز، ماني متاكد لاني ما شايك صراحه. تاكد السي بي يو حقي مساكين بعد ما شاط ريزنت ايفل سويت بث يقول تكفى يا وايز يرحب امك ضغط ضغط. طيب نبي حنا نتبادل الحدث، خلينا نشوف مين قوي من الحدث. طبعا للاسف اخوكم وايس ما جمع كثير. عندي الله يسلمك الابلود عندي بسبيد تيست 20 ميجا تماما، هذا ابلود. هذا على سبيد تيست. ما عندي الا 173، فانا ما اتوقع انه راح يمديني اني اشتري خطه للاسف. بس بنجمع ما ورانا شيء، نجمع
انا ابي اشتري صراحه كور، ابي اقوي اللعيب حقيني. ايزاوا، تشستر، اسبادس، نابليون، شنايدر، جين ميسكي. عطنا جين ميسكي. فور كي؟ لا لا ما ينفع فور كي حب قلبي، انا جهازي اي 5 في السي بي يو، ما ينفع فور كي. عندنا ميسوغي، وعندنا مين بعد؟ عندي هينو. طيب وغير هينو، شنايدر، اي بس ترى اي 5 9th جنريشن اعلى شيء، يعني هذا اقوى من اي 7 اقل جنريشن. وعطنا بعد جيمي سوكي. وعاد تسوي وين اخوك؟ عاد حنا على قد حالنا. هلا اخوي البداد حياك الله. عاد حنا على قد حالنا، عاد عطنا على قدنا. ما راح اخسر هذي، بس اقدر اشتري اسارة. مين نابليون؟ ما عندي نابليون، بس جيب 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 نابليون، ما عندي نابليون بس جيب. اي لا لا ممتاز، ترى انا اخذت اي 5 ترى 9th جن، وتو شاريه قبل اقل من شهر، واخذت الواحد محترم يعني. اخذت اعلى شيء بال شو اسمه بالاي 5 سيريس. دقائق بس. طيب 13,000 يا ابن الحلال، حنا يلا نجيب لنا 1000 شوي على قد حالنا. تجيب 13، الله يهديك بس، الله يهديك، تحرق قلبي. طيب خلينا نشوف بيع لاعب. لا ما يبي بيلعب، ابي اطورهم. مين كانوا؟ شنايدر وجون ميسوغي ونابليون وهينو. تحسين. طيب خلينا جميع الواحد يطلع لي شنايدر. لا هينو، تعال هينو بعد اقساط. لا والله ما تسوى، والله ما تسوى اقساط، تعب نفسك على وشه. ادينا 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 تقويات ليفل 20 هينو، دوس. ازود القطع، ودي ازود القطع صراحة، دخلي 20 على الاقل. ابي اخليه على الاقل يا اخي، ودي اشيل القطع من هذا واعطيه هينو صراحة، من روبسون. روبسون ما عاد استعمله، حاطه في ذاك الاحتياط، بس ممكن ادخله بين فترة فترة. اوه اخونا تركي الخيري، تركي الخيري يا شباب، اول شخص سوى لي سبسكرايب واول شخص سوى لي كومنت على القناه، جزاه الله خيرا. وادعوا له ان شاء الله بكره انه يقدم افضل ما عنده في اختبار ان شاء الله، ربي يرفعه في المستويات العليا باذن الله. ميسوغي، لا اخوي كايتا، هم لازم تلعب 24 ساعه، هو لازم يكون عندك شو اسمه، لازم يكون عندك ايش يسمونه، نسبة انزال قوية.
عطنا ميسوغي ضربه ضربه القلب. تعال ضربه القلب 65 ما تاكل عيش، لازم 100 وفوق. يعني العربي لازم يكون عندك اللعيبه ثلاثه علشان يمديك يعني تجيب خطة كلها، او على الاقل خطه واحده خطتين. امرني اخوي سعود، امرني. دينا تدخل من الفريق. وصل 193 كويس. مو احراج اخوي تركي، هذا دعاء لك يا حبيب قلبي. وش في بكترينو اخوي؟ وش فيها؟ قصدك المباراة نفسها ولا اللاعب؟ اه يا قلبي. ميسوغي يا قلبي، اي والله. ميسوغي اه يا قلبي. ما ادري والله، ما ناسي والله اخوي سعود. يبي شيك عليه. خالد. طيب كان ميسوغي وهينو، مين كان بعد؟ كان شنايدر ونابليون. لا ما اسمه نابليون دو فرانسوا. تعال شنايدر. والله لا عليكس، شو ما سويت شيء حبيب قلبي، يعني انت اول من ادخل السعاده في قلبي في هذه القناه، فكيف تقول لي كذا؟ لا لا حبيب قلبي، لا لا. يحتاج باس وقطع كلهم في الكسر. اعطيه قطع، والله ودي خطوه القيصر اني اخلصها صراحه، لان هذه اهم شيء. عطنا خطوه، عطنا الخطوة يا خطوة. على حسب الابيليتي يا اخوي سعود تشتغل. اذا كان، شوف، اذا كان اللاعب اللي ضدك عنده خاصية ضعفك ما راح تشتغل، هذا قصد منها. فهمت شلون؟ لا سلامتك اخوي تركي، سلامتك، ايش دعوه؟ روح 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 روح، بس سوي كويس اختبارك وتعال. نمبر 1 بعدين نعطيه قطع متوهج. اقطع يا شنادر اقطع. تمام. بقالنا مين؟ بقالنا نابليون دو فرانسوا. وين نابليون؟ اصلا ما عندي انا نابليون اصلا. تخيلوا ما عندي نابليون درينفست، ما طلع لي ولا مره. ليش نزعت عن فرنسي؟ ينفع لي. اتعلم فرنسوا ولا نيهونجين؟ مادة بعد الحدث. إيراشاي ماسن. طيب الآن ودي أشتري اللعيبة صراحة، ودي أشتري اللعيبة هذولي، فشكل من اليوم بروح ببدأ أشتريهم بدل ما أشتري البطاقات الأسعار هذه. ما راح أشتريها، بشتري هذاك أفضل.
هيرنانديز ما احتاجه، تشستر ما احتاجه، اسباداس والله احتاج اسباداس صراحه، ما لعب الا نادر بس يلا. هل اخوي شو اسمه الا سعودي منه فايده، افضل انك قدامك عندك طاقه كامنه تخفض فيكتورينو 10%، فيكتورينو ما راح يتاثر فيها، فهمت شلون؟ ايوه والله شوف يا اخو خالد هو شبه خلاط ترى يعني. اوه لسه شاهد ما كملت بعد، والله وراي تفريم كثير يا شباب، والله ورانا تفريم كثير، لازم نوقف والله لازم نوقف. هرنانديز، تشستر، نابليون دي فرانسوا، تاع نابليون معك اخوي سعود معك. تأثر من مين؟ عطني اللاعب اللي تأثر منه. إذا تأثر من الأجواء فالأجواء ما تخش أصلاً في الحسبة هذه، تخش فقط تأثير اللاعبين الثانيين. حين أوريك الحين أتيك بالعلم، نأتيك بالعلم ونقول لك هيا تعلم. بيانات من بنر فواز، قصتك المباراة حق فواز؟ مشكلة مباراة فواز ما اتذكر وش اللي فيها صراحة. افوكادو بالبيت تركي ام من جدك، شكلك كنت جوعان مرة. اي نعم شفت سرت اخر فصل في المانجا، والله ما ادري، يقول ان شاء الله قريب، ان شاء الله قريب اخوي سيمبو. طيب انا الحين ايش كنت بسوي؟ كنت بشوف الاحداث حقت البرتو ان شاء الله تكون موجوده. روبرتو مو موجود للاسف، ما موجود. ف خل نروح فيكتورينو، خل نروح عشان يعني نحاول نشرح لك اياه بشكل اوضح. اي انا فاهمك بس انا ما اتذكر فواز ايش عنده، ما اذكر مباراته ايش فيها، عشان كذا ما اقدر يعني افيدك بشكل يعني واضح. خلينا نشوف فيكتورينو وينه. فيكتورينو سان وير از يو، هذا تعال يا البني تعال. اسمه روبرتو هونغو. مقاومة خفض الإحصائيات ضدك بنسبة 100%. هل أنت مطلعها يا أخوي سعود؟ لأنك لازم تطلع المقاومة هذه. هل أنت طلعت المهارة الكامنة حقتها أصلاً؟ فعلتها؟ انا مستغرب صراحة، مستغرب جدا. فيبيلك شوي بيك تشيك بالضبط ايش عنده روبرتو من خفض احصائيات. استعمل برنامج ستريم لابس للبث. يا فيكتورينو از فيري فيري سترونج. والله انا الحين راح امشي صراحة. اوه معروف المقطع هذا يا اخوي وليد، معروف هذا، شفته كثير. هذا اللي لعبه جاتشا بعد، اسمها كابتن ماجد على شو اسمه، على العاب الجاتشا اليابانيه اللي حقت القمار، يحطون لعبه قمار كذا فيها سباسه، فانت وانت تلعب تقامر على حسب مقامرتك يسوي حركات، اذا فزت يسوي شوته وزي كذا. وهذه عن لعبه عن مانجا رايزنج سان الاخيره، فكان هذه المقاطع موجوده في اليابان كيعني كانها يعني اركيد، بس اللهم انها العاب قمار. والله لا مسعود انا متاكد انها تشتغل، لان تسوباسا عندي شغاله،
انا عندي سبات شغاله اللي هي مقاومه خفض احصائيات بنسبه 80%. خليني اوريك اياها. انا متاكد ان انا لعبت العب انا في في في, في الطاقات الكامنه الخضراء وشغاله معي زي حلاوه. اي والله امين امين اخوي كاست اوف جيمز. هذه شوف هذه القوه الكامنه، هذه مقاومه خفض احصائيات، هذه شغاله معي 100%. اشتغلت معي، متاكد ان هذه شغاله معي، انا استعملتها وشغاله. طول يا اخوي تركي، طول ان شاء الله سبادس راح يطول، ما ندري عنه. فشباب انا تاخرت صراحه عن الموعد فاحتاج اني امشي. انا اسف اني طولت عليكم، وان شاء الله راح اضبط البث حق ريزنت ايفل ان شاء الله. بكره راح اسوي بث سباسه، فان شاء الله ريزنت ايفل راح يكون يوم الخميس باذن الله، ويكون شو اسمه يكون ان شاء الله بث طويل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون البث افضل، يعني يكون صافي باذن الله. ان شاء الله بطلع الحل. فجزاكم الله خير، شكرا على حسن الاستماع والمشاهده والمواظبه في 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 الاشتراك ويعني المتابعه في القناه، ونراكم ان شاء الله بكره في بث السباسة في الليل ومباريات حرق، وان شاء الله بكره مباريات مو طبيعيه باذن الله. ابد وليد بسوي وقتك بكره يا وليد، ما عليك. ان شاء الله بكره في البث بيكون عندنا 50 شخص او 60 شخص ان شاء الله في البث، من ان شاء الله بنسوقك باذن الله. فنراكم على خير وفي امان الرحمن، مع السلامه.